السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرعود والأمطار الرعدية راهي في, المو... في كما في الموعد في فصل الخريف هذا والحمد لله كمية معتبرة سقطت خلال هذه الأيام اللي فاتت وما زال إن شاء الله الخير ما الخير خاصة على المناطق الداخلية نقدر نقول من الأطلس الصحراوي حتى لسواحل البحر الأبيض المتوسط نشوف الحال كيفاش راح يكون هذه صبيحة الخميس هذه إن شاء الله. يبقى كما قلنا طقس متقلب وغير مستقر على معظم المناطق الشماليه تاع البلاد من العطله الصحراء مولية غرداية ونطلعوا بها حتى للعاصمه وايضا عنابه وايضا وشن الرعود قد تكون الفعاليه تاعها خاصه على الهضاب العليا والمرتفعات الجبليه من جبال تلمسان الى جبال تبسه مرور بجبال اوراس البابور الجرجره الاطلس البوليدي بينما على الجنوب سما ملبده خاصه على الصحراء الوسطى كولايه اضرار وسما صافيه ودنيا على اقصى الجنوب الهوغار وطاسيري والجنوب الشرقي حتى منطقه غارج بلاد فور لطفي ومدينه تندوف خلال الظاهره ان شاء الله نشط راح يبقى دائما ناشط خاصه على غرب البلاد وشرق البلاد خاصه ولايه طارف عنابه قلمه سوق راس حتى لسكيك جيجل بينما سمم على الجنوب سما ملبده على الصحراء مع الرياح في بعض الحين قويه تؤدي الى الرمال ورؤيه ضعيفه والسماء صافي على اقصى الجنوب خاصه مع الحدود تاع عين قزام وايضا برج باجي المختار حتى منطقه تندوف وايضا مرتفعات الهوغار والطاسيري دوك نجوزو درجة الحراره ننتظروها صبيحه هذا الخميس ان شاء الله 22 الى 21 درجه على الهوغر والطاسيلي على السواحل 17 في وهران فريش كشويه الحاله بني مستغانم أرزو حتى لتنس من شرشال حتى المنطقة التكزير تاع صفون بجايه برون بالعاصمه تي باسا بومرداس 18 درجه ومن جيجل حتى القاله مرون بعنبه وسكيده 20 درجه 25 26 على اقصى الجنوب تندوف 23 الصحراء الوسطى ولا تيميمون، أضرار، عين صالح، آه منطقة ركان 26 درجة، الواحات كيما ورقلة، حاسم سعود، الواد، بسكرة، على هذه المناطق 23 25 درجة، بشار 20 هي وبني ونيف، وأيضا منطقة إيجلي، تلمسان 16، على الهضاب العليا ما بين 12 13 درجة، خاصة تيار تباتنا باركة، خنشلة، منطقة ستيف بورس بوري، جلجلفة، البيض، البيض سيد الشيخ، بريزينا منطقة كذلك مشرية وعين الصفراء دوك نشوفوا درجة الحرارة كيفاش راح تكون خلال الظاهرة خلال الظاهرة راهي هايلة خاصة على غرب البلاد وأيضا المناطق الداخلية ما بين 24 حتى 26 حتى 28 درجة من جهة عندنا باور العاصمة 26 وهران 25 الجنوب كما غرداية 28 ورقلة الواحد كاع ورقلة حاسم دعود ربض النص وحاسم بركين 33 تندوف 30 36, 36 على الصحراء الوسطى جبال الهوغر والطاسيري ما بين 32 33 درجة و35 إلى 36 درجة خاصة على منطقة برج باج المختار وعين قزام دوك نجوزو للملاحة والصيد البحري البحار عموما شباب شوية على السواحل الشرقية لان يعني قوه الرياح هذا الـ 15 كيلومتر في الساعه بينما على السواحل الغربيه تقدر تلحق حتى ل 30 كيلومتر في الساعه خاصه من تنس الارز من ارجل وهران من وهران حتى لمنطقه مرصد بن مهيدي مرور بغزوات وبني صاف تاع الرياح تكون شرقيه تماما فيما يخص الرؤيه في بعض الحين رضيئه سبب سحب السفلى والامطار تقدر تكون ما بين 1 الى 3 اميال بحريه وبعد الاحيان من 4 الى 8 اميال بحريه كالعادة نختم هذه النشرات الجويه دائما بالمعلومه الفلكيه اللي تهم الجزائر العاصمه ووضعها لهذا هذا الخميس 13 اكتوبر 2022 شروق وغروب الشمس ودائما هذه العناوين الالكترونيه في خدمتكم الله يدوم قصتكم دائما مع برامج الشروق